وينضم إلينا الآن السيد راغب جبر وهو مهجر من قرية عمواس. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. شو أهمية ذكرى يعني ذكرى النكبة ومسيرة العودة بعد 72 سنة من التهجير بالنسبة لك كمهجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا ما حضرتش النكبة، النكبة كانت في 48، أنا مواليد 52، ولكن النكبة كانت في عهد أمي وأبوي، في عهد عمي واللي في جيلة، وأنا ولدت بعد النكبة بأربع سنين في 14/10/52، وكانوا أهلي ساكنين في بلد نقولها عمواس، وهذه عمواس من المكانة الدينية في الدين الإسلامي استشهد فيها 20,000 شهيد، وخاصة في طاعون عمواس، يعني تاريخها حافل عند المسلمين جميعا، غير على إن موقعها الاستراتيجي كانت بين القدس ورام الله وغزة، وكانت تربط فلسطين من الشمال من الشرق إلى الغرب. نعم. وهان إحنا أنا ولدت في 52، كان الحكم أردني، جلالة الملك حسين الله يرحمه هو اللي بقى مسلم الحكم، وهو اللي كانت من نطاق الضفة الغربية تحت الحكم الأردني. نعم. وربيت فيها وعشت 14 سنة ونص، وتعلمت فيها لحدود صف ثاني إعدادي. نعم سيد راغب، ماذا تشعر حين تزور قريتك المهجرة عمواس؟ والله هلكيت هي مسويينها أو بتركين عليها بار كندي أو منتزه كندي، ولكن كل حجر فيها بأشوفها إلى قيمة عندي، كل شجرة مزروعة فيها من الشجر العتيق اللي كمان اللي كان على زمن ما كنت عايش فيها إلى قيمة وأثار عندي، كل يعني لوح صبر موجود فيها إلى 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 قيمة واحترام عندي. وأنا مرة سألت في تلفزيون فلسطيني اليوم، في صاروا معي مقابلة قبل 4-5 سنين، وقالوا لي شو رأيك يعني إذا بصح لك ترجع وتسكن فيها، أو أنت وين أنت ساكن في أبو غوش؟ قلت لا أنا ساكن في أبو غوش مضبوط من سنة 71 تقريبا، ولكن في أبو غوش كان يعني اشتغلت وتعبت وجديت، شريت حوالي 4 دنومات أرض، بنيت حوالي 3-4 حمرات لأولادي، ولكن لو صح لي أجي هنا أنصب إحرام في عمواس تحت شجرة وأقعد فيها بدشر أبو غوش وبنتكل هناك لعمواس، مش لأن أبو غوش عاطلة، لا لا سمح الله، أبو غوش أحسن البلاد، ولكن من كثر قيمتها وأهميتها بالنسبة إلي كبلد ربيت فيها وترعرعت فيها وتعلمت فيها ما بتنتساش أبدا. نعم. أبدا أبدا. نعم، يعني على أمل أن تعود إلى قريتك. السيد راغب جبر أبو إياد مهجر من قرية عمواس، شكرا لك.